السلام عليكم يا اخوتي، مره اخرى اليوم عندنا باسات 3 دي لا دي ليتر 340، عندنا انترتيان لاشان تاعها. نعطي لكم باذن الله راح نبدلوها. بون، اول حاجه نحيو لافاز دو والفلتر تاع الغازوال، باب التيوات تاعو في زوز هذوما نحيو نجبدوهم بعيد. وخاوتي الموتور هذايا نلقاوه في طوموبيلات ياسر، نلقاوه في اللودي، في التيغوان، في التوران، في الجولف، محسوب موتور ركب قال التونسي برشا كراها الطوموبيلات بزاف راكب فيهم الموتور هذا. بون، نحيت الكاش هذايا، هذا الكاش عنده كروشيات بركة، واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد من هنا. بقى لي غير السيبور هذا بعد ما نحيت لافاز دو وفلتر غازوال. من تحت الباساج درو نحيته كيف كيف، نحيت عندها لهنا لابولي تاعها، لابولي لهنا عندها ربعه برك نحلوهم، ما نحلوش هذا السنترال الكبير، عندنا نحلو الربعه هذوما تتنحى لابولي. هيك من هي فيها ربع بولونات تاعها بعد باللي طوال 12 بوان. يبقى لنا الكاش تاع الحديد هذاك اللي راكم تشوفوا فيها هوكا، او مقسوم على زوز، عنده خمسة بولونات ديس، خمسة ديس نحيهم ويلي عندنا لاكسي لاشان ديريكت. دركا ما بقى لي غير نكالي الموتور نهزو ونحي السيبور من هنا ونحط لاميز بوان تاعي. لاميز بوان نجمو نديروها ب اللي عنده سوبا، دركم اللي عنده ما عندوش لي بيج ولا حاجة جيبوا سوبا تاع 1.2 اس بي، اي تخش في الواحد قد قد، بصح مش هو بلاصتو لهنا، هو بلاصتو من هنايا، لكن ودخل، هاي دخلت، هاي وين نجي، بنفرينيو هذا من بعد كي نديرو لا ميز بوان قد قد، نفرينيوه لهنا نديرو له لابيج تاعو لهنا تجي، وتا هذايا كيف كيف هو عنده ان بيج تاع البركة، وخلاص ونحيو نحلو بعد ما نحيو السيبور وكل شيء، نحلو الطوندير تاعنا ونحيو لاشان، ونجيبو نركبو شان جديدة. نفيريفيو لي غليسيير تاعنا، نشوفو واش كاين واش يرحي واش ما يرحيش، باه نبدلو كلش خطرة واحدة. نحيت لاشان طوندير لي غليسيير لي رولمون تاعها، باه نفيريفيوهم هادوما كل، لقيت كلش مليح نورمالمون راح نبدل غير لاشان، حتى لابومباو ملاحة وكاكا مالغري نعرفها، بصح ديما انا نزيد نعمل لي روبير تاعي، باه ما يسامينا بغير ربي سبحانه. بعد واحد ما يغلطش باسكو الغلطه لهنا ما تسامحش. هذا هو دوك نجيبو شان جديده ونركبوها ان شاء الله. ركبت لاشان جديده لي روبير في بلايصهم، دوروها شويه ديرو دو تور ولا تروا تور، ديما ناكدو كيما كا سيرتو في لا كلوس كروس سيلندري. هاو عملت ان تور ديجا، طيح هذاك في بلاصتو اللي لتحت، سي بون هكا، سي بون في بلاصتو. الصبابة تاعي هنا جا في بلاصتها، سي بون ها هي البينيون هنا، عملت ان بوان ها هو تشوفو فيه في بلاصتو، واللي تحت اكزاكتومون في بلاصتو هكا. دونك حتى كي نوض ما نخافش، ركبت سيبور اوسي بعد ما كونفيرميت. درك بقى لي نحط الديس هذا تاع التيو هذا تاع لا ديريت لا بيب، وعندها من تحت تخش في في اللاكس تاع البولون تاع السيبور هذايا، عنده واكس خارج يجي فيه ايكرو ديس. درك نوض نحطه من تحت صح، ها هكا وينو داك لازم يخش في بلاصتو، اني منا ما نشوفش. ما قدرتش بيد وحده،
حكام ما نشوفش شنو قاعد نشوف فيه. دوك نخش تحت هو نركبه هو وبعد نجي نركب البورون ديس هذا اللي من فوق ونركب الكاش هذاك اللي من تحت بخمسة ديس. الكاش هذا وعنده زوز كروشيات، هذا هنا واحد وهذا هنا قاعدوا هنا والاخر في الكاش بعد. ونكون فضيت بعد رجع القرعة الفلتر فلتر غازوال وسي بون ونكون كملنا الخدمة. وعطيتكم معلومة دونك في باسات لا دو ليتر هادي لاشين تاعها مش 141 دون باسكو يتفرقوا لي كود موتور وكل شيء. هادي 160 دون هادي هادي كبيرة كاين لي جيو تي دي 141 دون هادي 160 دون فيها. هادي معلومة بركة بارك الله فيكم والسلام عليكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرين. كملت ركبت لاشين ركبت كل شيء درك راح نجربو نوضو. ضربة الأولى نزلت كارداتور لو تسخن سيبا بارك الله فيكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرين والسلام عليكم.